سلامة يا قلب أمك. الله يسلمك يا ماما. هم صحيح توأم؟ واد وبت، إنما إيه أمارات؟ مهران ووردة. أنت لحقتي سميتيهم؟ يا أختي متسميين من قبل ما ييجوا. بس إزاي ما بنوش في السونار؟ أصل الدكتور بيقول إن البت صغيرة كده وصفيفة، فكانت مستخبية ورا الواد. عشان كده لما أنتي ولدتي خدوها حطوها في الحضانة. حضانة؟ أيوة صح. الدكتور قال لي اعملي سونار 3D. بس انا ما كنتش قادره. طب ماما انا عايزه اشوفهم. هيجيبوا لك الواد دلوقتي ترضعيه، انما البت مش دلوقتي، لسه في الحضانه. مبروك يا اختي مجالكم. تعيشي يا رباه. مرات ابني ولاده وابني اسم الله عليه، جابوا متو واد وبت كده في بطن واحده. مبروك لبتك يا حبيبتي، بس ربنا يستر ويطلعوا كويسين، ما يطلعش فيهم حاجة كده ولا كده.